ثلاثة ايام ويجي العيد. الحظر، مفيش خروجات، مفيش مقابلات، مفيش زيارات، مفيش مولات، مفيش مفيش عيد. لا في عيد، انشطه لو قمنا بيها هنقدر نعيد في البيت ونخليه عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. اهلا بكم وحلقه جديده من الكريزه. خلينا متفقين ان فرحتنا بالعيد مش اختيار، ده فرض. فرض. العيد ده مكافأة ربنا لينا. ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 11 نشاط ممكن نقوم بيهم في العيد في البيت عشان نخليه عيد سعيد وجو متغير عن العادي. 1- الكحك والبسكويت البوتيفور والغريبة واجب منزلي أصيل في العيد، وده بجملة التخن اللي اتخناها في الحظر. 2- نودع رمضان ونشيل زنته ومستنيينه السنة الجاية إن شاء الله إن كان في العمر بقية، ونبتدي نعلق البلالين وزينة العيد لأنها فرحة واجبة علينا وربنا بيفرحنا بيها بعد رمضان. 3- نكبر بعد مغرب آخر يوم رمضان تكبيرات العيد. ربنا جعل في تكبيراته فرحة لينا، طول ما أنت ماشي في البيت كبر وخد ثواب. 4- حمومة العيد، حمومة معتبرة كده وبعدها نلبس لبس جديد. ما تقولوش هنجيب اللبس الجديد منين، انا عارفه انكم بتنزلوا والمفروض نقعد في البيت، بس يعني لو نزلتوا واشتريتوا لبس خروج فما اعتقدش ده هيفيد قوي، نقلبها بيجامات افضل. 5- ليله العيد بنسهر، يبقى نجهز فيلم كرتون كده حلو ولب سوداني مكسرات بيبسي ونقعد نتفرج. 6- جه وقت صلاه العيد، نفتح السعوديه للقران الكريم ونشوف الصلاه والتكبيرات، غالبا هما بيكونوا قبلنا، وبعدها لما يجي ميعاد صلاتنا نصلي جماعه ركعتين لله نعوض بيهم نفسنا نسبيا عن صلاه العيد اللي كنا بنصليها في الجوامع. 7- مش عايزه التليفونات تسكت، حمله يلا نكسب شركات الاتصالات يا جماعه، حمله كده بعد صلاه العيد نفضل نكلم بقى قرايبنا اصحابنا حبايبنا، نعيد عليهم، نعمل مكالمات جماعيه وننكش في بعض، نعيد على بعض، ما نسمحش لحد يجيب سيره الحظر او اي فكره سلبيه تتسرب لينا. خلينا يعني نشارك بعض كده ايه الافكار اللي ممكن نخليها تساعدنا في العيد. 8- الناس القريبين مننا قوي نكلمهم فيديو كول ونتاكد انهم نظفوا نظافه العيد، مش معنى ان احنا مش هنزور بعض يبقى ان احنا مش هننظف. نظافه العيد يا جماعه جزء اصيل من فرحه العيد. 9- لو عندكم اطفال في البيت هاتولهم لعب جديده وفرحوهم. 10- كلنا الرنجه والفسيخ والملوحه وزفرنا الدنيا خلاص، اوعى تسيب الملل يتسرب ليك، نخلي المسرحيات اللي احنا حافظينها كده شغاله في الباك جراوند بتاع اليوم، وهنعمل بقى انشطه تانية جديده تسعد يومنا وتغيره. نعمل مقالب لذيذة، مسابقات، نعمل عباقرة العائلات في البيت بأسئلة شيقة مش معلومات بس، ونجيب هدية رمزية للفايز. نصور مقاطع ونخليها ذكرى، هتكون ذكرى حلوة لينا، تبقى ذكرى عيد الحظر. 11- ابعد عن السوشيال ميديا بقدر الإمكان، مش سهلة قوي بس ضرورية جدا وعلى الأقل في أول يوم العيد. ليه؟ عشان تمنع تسرب الملل ليك. في العيد بننسى همومنا وما ننساش إن مكافأة ربنا لينا، هتحس بالمكافأة دي أكتر لو قضيت رمضان إيمان واحتساب. طب لو رمضان عدى علينا بدون ما نعمل فيه او بدون ما نبقى راضيين عن نفسنا قوي، فعلى الاقل قدامنا 3 ايام مش قليلين، 3 ايام ممكن تعوض فيه، ممكن تكون معتقين من النار، فنشد الهمه في الثلاث ايام الجايين عشان نقدر ان احنا نحس بفرحه العيد. ما تنسوش زكاه الفطر، زكاه الفطر بتشارك بيها غيرك في انه يفرح بالعيد معانا. لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، اعملوا كل اللي احنا قلناه عشان تفرحوا بالعيد ان شاء الله في البيت. عيد سعيد علينا جميعا، ينعاد علينا بالصحه والسعاده ويزيح عنا الغمه يا رب.